بونجور، اخباركم ايه النهارده؟ النهارده هنزرع مع بعض بذرة اللوفا او اللوف، ايوه اللي بتطلع ريحة الاستحمام، هي دي بشكلها كده شبه اللب بطريقة ما، اللب السوري بشكلها كده. اللوفا ده اصلا نبات متطلق، فترة استنباته فترة طويلة شوية، ممكن تقعد لغاية 30 يوم عبال ما تطلع جدر وساق. وأنا نقعتها في مية 24 ساعة عشان ايه؟ قشرة اللي بره بتبقى ناشفة شوية، فمحتاجة مية أو فترة سوري نمو أو فترة كاملة لغاية لما نجمع اللوفة منه، فترة طويلة ممكن تقعد لغاية سنة. بتقعد الأول هي نبتة متفلقة، بتطلع الأول على الحيطة، وفي الآخر في ظرف 6 شهور ل5 شهور بتطلع إنتاج زي الخيار كده لونها أخضر. وبعد كده هوت بتبقى ال6 شهور جاي اللي بعديهم بتبقى النبتة دي بتتخن، بتبقى شبه الباذنجان كده بتطول، وبالكوز اللي جواها بيبتدي ينشف، وبنلمها لما الكوز بتغير لونه من الاخضر للبني الغامق. ده معناته ان النبته اللي هي اللوفه الزهره بتاعت النبات ده اكتملت نمو وقت حصادها. طبعا بتتقشر وبيطلع منها بذور جديده عشان نقدر نزرع منها النبات الجديد. النبات ده بيحب الشمس جدا ويفضل زراعته في وقت الربيع. اتمنى الفيديو عجبكم وتابعونا، باي باي.